ماشي بروفيل حسن منه، اللي ما يقدرش يواجهه ابن شعبون الجازولي، مولاي حفيظ الجواهري الحليمي، بن موسى، احمد رضا الشامي، كاع شي بروفيل ايكونوميك ديال البلاد الثقال اللي كيفهموا في الاناليز وفي الايكونومي وفي البيزنس، كلهم جرى عليهم بشكل او باخر، دفعهم برا فهمتوا، وطلع دوك البريشات اللي عنده في الحزب، دوك المكلخين الفليليسات اللي كيتملقوا ليه وكيخلصهم في الشهر، وصحاباته اللي معاه في الديوان وداكشي، طلعهم وزراء باش يحس براسو رئيس حكومه، باش ملي جلس هكا في المجلس الحكومي وجالسين معاه البريشات المكلخين غيحس براسو رئيس حكومه، يعني حس بعقده النقص، هو رئيس حكومه ومعاه الناس حسن منه، فهمتوا؟ ودابا كيما خربوا البرلمان بالاعيان والاعوان والبزناسه، غيخربوا الحكومه بالبراش ديال عبد الله حيدت بن شعبون، ان بروفيل ثقيل كيوزن الذهب، وزير ديال الماليه عمر بها فمك، اللي لو كان رئيس حكومه كله مشروع الدوله الاجتماعيه تنزل كما ينبغي، حيدو حيت كان كيغير منه اخ نوش، ومولاي حفيد العالمي قال لهم بغيت نمشي بحالي، قالوا له سير الله يعاون، ودابا حيدتو احمد رضا الشامي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيت كيخرج التقارير ضد اخ نوش، وكاين اخبار على انكم غتحيدوا عبد اللطيف الجواهري، ما بقاتش فلاج، عنده كدا 80 ولا كدا 90 ولا عنده 100 عام، السيد باقي بعقلو وعارف راسو اش تيقول، حيت مرة أخرى كينتقد الحكومة وكيدرونجي أخ النوش، وحيدتو بن موسى هذاك غير خدام اللي كتنقلو فيه، مرة أخرى لأنه في التعليم درونجا أخ النوش، والجازولي أحسن وزير ديال الاستثمار حيت ستان إليكترون ليبغ وما كيرجعش لأخ النوش، وكتحيدو الوزراء الثقال، كتحيدوا لي بروفيل الصحاح باش تطلعوا هاد البراهش والبرهوشات، باش تطلعوا كوكوسه كتيبة الدوله في الشباب، باش تطلعوا داك السعيد داك البريهيش داك البتي بان داك الفليليس ديال خلوش يولي وزير ناطق رسمي، باش تطلعوا بيتاس هاد الفليليسات دابا اللي تيقول الاخ نوشاش يقول غتطلعوا وزير ديال التعليم، باش تجيبوا البراش وصحابه اخ نوش، هذيك وفاء جمالي اللي كانت كتفرق القفه باش الناس يصوتوا على اخ نوش، طلعتوها للوكالات الدعم، واش باغيين تسطيونا ولا مالكم؟ واش باغيين تسطيونا؟ واش غير كيطلعوا لكم اللوائح وعييتوا نتوما ومقابلين غير الصحراء والسياسه الخارجيه وكتوافقوا على هذا الشيء؟ هو ما يمكنش، والسياسه الداخليه وداخل البلاد وراه ما يمكنش، راه ما يمكنش ويلي جات البروفيل هادو مطلعين، واش هادي الحكومه ديال الاخ نوش وفليكساته وصحاباته؟ ولكن فكروا مزيان، واش تحيدوا بن شعبون وبحسين جازولي وتجيبوا السعيدين؟ وراه ما يمكنش عييتو يمكن، ودابا مبينها في قضيه الصحراء اخوتي، ما تخليوناش مع هاد الناس. قبل ما نجاوبك غنخلي المغاربه يسمعوك كتهتهت، ماشي كتجاوب، هذا التهتيت اللي سولك الاعلامي على التشغيل وعلى البطاله. معلوم التشغيل يقدر يقرب يرجع الوضع الطبيعي، يقرب يرجع الوضع الطبيعي الى يعني الا كانت الشتاء، غادي نديروا برامج ديال الاستثمار اللي هي فيها لاشارت دانفيستيسمون اللي هي جد مهمه، الحركه كاينه، يعني الناس كتبني، الناس كتبيع، يعني الماتيريال ديال البني كيتباع، كاين واحد الحركه اللي زعما. اولا انا كون كنت مستشاره اعلاميه ديالك نقول لك ما تخرجش دير هذا الحوار، لان معروف انك ما كتعرفش تصيغ جمله مفيده، لانك اثبتتي مره اخرى انك طالع بفلوسك، وانت شخصيا ما عندك حتى افكار اقتصاديه ولا اجتماعيه. قلتي بان البطاله السبب ديالها هو كورونا اللي افتكات بالمقاولات وبفرص التشغيل، هادشي كذوب. اول حاجه الجائحه كورونا ماشي انت اللي ادرتيها، واللي كان شاد صندوق مواجهه كورونا هو وزير الماليه السابق سي بن شعبون، اللي لو كان دابا رئيس حكومه كانت بلادنا غتكون افضل بكثير، كانت عنده سياسه تقشفيه وكان عوال على يرفع الضرائب على الشركات الكبرى ولي فرانشيز واصحاب الثروات لتمويل مشروع الدوله الاجتماعيه، وانت ما حملتيش وتكتبات في واحد الموقع كنتي كتمولو
وكنتو صيفطتوه بحالو سفير ديال فرنسا قبل ما الملك عارفو ككفاءة، رجعو دارو على رأس واحد المكتب ديال الاستثمار، وعاد شنو هما الأدوار ديال هاد المكتب دابا. ثم اللي كان يدير خلق فرص الشغل هو وزير الصناعة الأسبق العالمي. إلا انت شفتي في كورونا أزمة وتدمير المقاولة، هو كان شاف فيها فرصة، الناس راهم في الأزمة وحنا نجيبو المستثمرين ونوريهم بان المغرب بلد مستقر وعرف يجاغي الازمه وعرف يصاوب لي ماسك ولي زاباري ريسبيراتوار وداكشي اللي كنخترع في ديك المده، ودخل مستثمرين ودخل وكانوا كيسافروا في الوقت ديال كورونا، وفتح مصانع وفتح معامل وخلق فرص شغل وخلى لكلو مارشي دو بلوا منتيكا حسن. هكا كيدير من داك الشر فيه. اضافه الى اللي دار بن شعبون العالمي، الملك محمد السادس في 2020 في جائحة كورونا خلق برنامج انطلاقة لأجل الشباب باش ما يبقاوش طبعا عوالين على الوظيفة العمومية اللي ما بقاتش، وما يبقاوش عوالين على الشركات والمصانع خدموهم، حيث ماشي كلشي يقدر يلقى فرصة ديال الشغل في مصنع ولا في معمل ولا في شركة، باش يديروا المقاولات ديالهم. وحتى البنوك على أنهم يعطوهم الكريديات ويواكبوهم بواحد لو طو ناقص 2% بضمانة ديال الدولة، والشباب ابتكروا أفكار ديال المقاولات وعرضوهم على البنوك، والبنوك وافقوا لهم على الأفكار وبداو في التكوين وفي المتابعة وفي المواكبة المستمرة. البنكة ما غتعطيك الكريديت تتعرف خطة الطريق ديالك باش عاد تعطيك الكريديت وتبقى كتواكب معاك، حيت فلوسها فلوس البنكة ما تقدرش غير تجيك لحوم. وبالتالي مجموعة ديال الشباب استفدوا من هذه الانطلاقة، ولكن بشرط العمل الجاد وبناء مقاولات حقيقية. انت استلمتي الحكومة حتى اكتوبر 2021، ضربتي داكشي كله اللي كان خلالك العالمي وبن شعبون وحكومة العثماني في الزيرو، ما اهتميتيش نهائيا بالشركات، ما اهتميتيش نهائيا بالمقاولات، بداو كيضيعوا فرص الشغل وبداو المصانع والمعامل كيسدوا، بالخصوص ملي جا داك الوزير الزور اللي هو كان غير في الديوان ديال نزار بركة، ومن بعد مشى للديوان ديال مولاي حفيظ. والناس اللي كيكونوا في الديوان اداريين ماشي بالضروره كيطلعوا وزراء، اللي كيطلعوا وزراء هما داك بروفيل سياسيين عندهم داك برينسيپ. انت من الديوان ديالك جبتي هذيك على راس وكالة الدعم المباشر، من الديوان ديالك جبتي هذاك وزير ديال الصحه صاحبك كيبيع لي سوسيتو تيبيع لي بوندون، جبتي وزير ديال التعليم، هادشي ما عمرنا ما شفناه. داك من الزور طلع بروبوزا هنا زهر بركه حيت معاه حزب ديال الاستقلال، المعامل سدو، المصانع سدو، بداو كيتفقدوا فرص الشغل. جيتي انت زدتي كملتي على الباهيه وضربتي برنامج الانطلاقه الملكي في الزيرو، ونفستيه برنامج فرصه اللي عطيتيه لصاحبتك وزيره السياحه اللي حتى هي طلعتيها غير حيت كانت خدامه معاك في اكوا ولا في افريقيا ولا ما عرفت فين. هذا البرنامج علاش كيعتمد على ان اي شاب يجي يتسجل ويديروا له شويه ديال التكوين، الشباب كيبداو غير يضحكوا عليكم كيديروا راسهم راهم كيحضروا داك التكوين، وتعطيوه الفلوس. الفلوس جايين من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، تفلاو عليكم داروا راسهم كيديروا التكوين، خداو الفلوس مشاو بحالهم. ولاو هذوك الشباب اللي في برنامج انطلاقه تيقولوا مالنا حنا على هاد المحاين، حنا خاصنا تبقى المواكبه المستمره وخاصنا نديروا المقاوله من نيتنا، وطلع لهم الدم وما بقاوش بغاو يكملوا، ولاو البنوك يطالبوهم دابا بالطريطات وكيهددوا الشباب بالحباسات. علاش؟ لان ما يمكنش الشباب درجه اولى درتي لهم برنامج فرصه باش تشريهم باش يصوتوا عليك وتشري الولاء ديالهم، وعطيتيهم الفلوس ومشاو بحالهم ما داروا والو، والاخرين كيقولوا واش حنا شباب من الدرجه الثانيه، واش حنا مواطنين الدرجه الثانيه، مفروض علينا نديروا المقاولات حقا وحقيقه. وضربتي برنامج انطلاقه في الزيرو، وضربتي العزم ديال الشباب اللي كانوا فعلا غاديين فواحد الطريق مزيانه في الزيرو، وصدقوا ما باغيينش يخدموا وباغيين حتى هما فرصه والفلوس فابور، وضربتي المشروع ديال تشجيع الشباب على المقاولات الصغرى في الزيرو بسبب سياسه الرشاوي. سياسة الرشاوي، انت خدام حكومة سياسة الرشاوي، نضربو انطلاقة في الزيرو ونعطيو الشباب فرصة باش يصوتو عليا، نضربو الجمعيات اللي خدامين من نيتهم في الزيرو وندير صندوق جود تجاريه وفاء جمالي تبدا غير كتلوح في الدعم للجمعيات باش يصوتو عليا، نضربو الصحافة في الزيرو
ونشري الصحف اللي كتطبل ليا، نضربوا الناس اللي في الاحزاب القدام ديال الاحرار المناضلين احقاق الزيرو، ونطلع وزراء وليداتي وفي لبساتي ديال الديوان اللي كيصفقوا عليا. انت رئيس حكومه الرشوه كترشي كل شيء طمعا في الانتخابات الجايه باش تبقى. ما عرفت علاش، ما عرفتش علاش. انا لو كنت انكومبيتونت وعندي سبب ديال الفلوس مشي نقابل البزنس ديالي، علاش غنضرب على رئاسه حكومه دوله؟ ما توي انكومبيتونت. اضافه الى البطاله اللي خلقتي والفرص ديال الشغل اللي ضيعتي اللي خلاو لك السلف ديالك اللي قبل منك، اضافه الى برنامج الانطلاق الملكي اللي ضربتي في الزيرو بهاد الفرصه، خارج ما كتعرفش تقول جمله مفيده. زدتي غرقتي راسك بهذا الحوار اللي ما هوش حوار. باش فرص الشغل يجيو خاص الشتا تطيح والبني كيتباع وما نعرفش تشكابي ولا ما نعرف كاع. زيد رشي، زيد شري بالفلوس المغاربه، زيد رشي، زيد بقى رئيس حكومه 20 عام، وطلع كاع الناس اللي كيسجدوا ويركعوا ليك للوزارات والدواوين، وتبارد مع راسك، تبارد مع راسك يا رئيس حكومه الرشاوي.